غدا إن شاء الله يوم عظيم، ويوم هو أفضل أيام السنة. وغدا إن شاء الله تسكب العبرات، وغدا على قولهم هو اليوم المشهود لكل المسلمين في جميع بقاع الأرض، مش بس الموجودين في المشاعر المقدسة. إحنا إن شاء الله داخلين ترى على يوم عظيم، الواحد لازم يجهز نفسه لهذا اليوم من ناحية يعني صلواته، من ناحية تفرغ للعبادة، من ناحية قراءة القرآن، من ناحية الاستغفار، من ناحية حتى الدعاء. يعني ادعي في كامل اليوم، كان من أفضل الدعاء في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انتهزوا آخر ساعة من يوم عرفة، من يوم عرفة كامل. ادعوا يا أخي، سبحان الله، في بعض الناس والله يقول أنا إذا أبغى شيء يتيسر لي خلال العام أدعي في يوم عرفة، ما أدعي في أي يوم ثاني، أنتظر لين يجي يوم عرفة أدعي وأعتكف وأدعي وألح على الله. يا أخي والله الله كريم، اليوم هذا الله فارد كذا، يعني جالس ومن يعني ما أبغى يعني أشبه عشان لا، لكن يعني بصفة الله وجلاله سبحانه جل جلاله أكيد. فادعوا، سووا كل اللي تبغوه، وجهوا كل الكلام اللي تبغوه لله سبحانه وتعالى، وبأي لغة، مش لازم تسجع، مش لازم الأمور دي كلها. الله يجزاك خير. من عظمة الله عز وجل يا أخي، شوف الكعبة المشرفة وشوف تعدد اللغات كلها، وكل واحد بلغة يدعي الله عز وجل، والله عز وجل يستجيب العبادة سبحانه جل في علاه. الأمر الثاني يا أخي، يا أخي ما تبغى تدعي، ما تبغى تصوم، ما تبغى تذكر الله، أقلها لا تعصي الله. صحيح، لا تعصي الله عز وجل في يوم عرفة. يعني خل الله عز وجل يرى منك يعني هذه المبادرة، وأنك ما أحد يقبل على الله بمعصية أو ذنب في هذا اليوم. يا أخي ما تدري يعني سبحان الله العظيم، بسبب النية هذه وش الله عز وجل يعطيك، وهو كريم جواد رحيم بعباده، وماذا سيغدق عليك في هذا اليوم العظيم سبحانه الذي ينزل عباده في بنزول يليق بجلاله سبحانه جل في علاه. الله عز وجل في طيلة أيام السنة، أيام السنة 360 يوم، ينزل سبحانه جل جلاله في كل ليلة إلى السماء السابعة، ولا ينزل طيلة هذه الأيام في نهار من نهارات هذه السنة إلا في يوم عرفة سبحانه جل وجلاله. فهل من سائل فأعطيه مسألته، وينزل سبحانه جل جلاله بنزول يليق بجلاله. بل العجيب في هذا أن من العلماء من قالوا أنه أفضل أيام السنة يوم عرفة، والأعجب أن فيه أعمال أعظم بكثير من كثير من الأعمال اللي بعض الناس يقول. كان طبعا من الأشياء اللي أيضا بنبه عليها الصيام، صيام يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا من فضل يوم عرفة. من الأعمال العظيمة عند الله عز وجل في ذلك اليوم الذكر. الذكر من أعظم الأعمال، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحميته على كل شيء قدير. للتنبيه يا أخوان، في هذا اليوم الفضيل يأتي كثير من الناس: ليش ما صمت يا فلان؟ مفروض أنك الناس صاموا وما صمت. لا تحبط عملك ولا تعاتب أحد، لأنه يوم يؤجر فيه كثير من الناس، لكن أيضا قد يكون له عذر ما صام لهذا العذر.